السلام عليكم، اخباركم ايه يا جماعه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من الفيديوهات بتاعتي. انا عارف ان انا بقالي كتير ولا عملت ستريم ولا حطيت اي فيديوهات على التشانل من ساعه اي 3 تقريبا، بس كان في شويه حاجات في حياتي الشخصيه انا كنت محتاج ان انا اظبطها، وفي نفس الوقت كانت الفتره ما فيهاش فيها اي العاب تمام. النهارده هنتكلم على لعبه جديده اسمها سترينج بريجيد. انا جالي منها نسخه ريفيو او نسخه مراجعه، هرجعها معاكم وهوريكم شويه جيم بلاي في الفيديو دوت. مجرد ان احنا هنتفرج بس على شويه حاجات في اللعبه اللي تسمح لنا او اللي يسمح لنا ان احنا نقدر نزاعها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هيبقى في مراجعه كامله للعبه، وممكن ان شاء الله باذن الله كمان نستريم جزء من اللعبه. انا فضلت ان انا ما استريمش اثناء ما انا بلعب اللعبه، وان انا اسجلها المره دي لان انا مسموح لي ان انا ازيع جزء معين بس من اللعبه حتى الان، لغايه لما الامبارجو او الحظر النشر عن اي حاجه في تفاصيل اللعبه يتشال ان شاء الله باذن الله، وساعتها هنستريم ونشوف شكل اللعبه عامله ازاي ان شاء الله باذن الله. بدايه من الاسبوع اللي جاي الاستريم بتاعي هيبتدي يرجع تاني، هبتدي ارجع مع باتل فيلد 5، وهنرجع برضو مع لعبه سبايدر مان، مش هلعبها بالعربي زي ديترويت برضو، لان انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش العب الالعاب بالعربي، بس هنشوف يمكن يكون العربي بتاعها كويس، هنشوف اخبارها عامله ايه. في نفس الوقت احتمال اعمل ستريم او اتنين الاسبوع دوت لعبه وور فريم، وناس كتير بتسالني ليه انت بتحب تلعبها. انا هوريكم ان شاء الله باذن الله في الاستريمين اللي جايين دولت ليه انا بحب العب وور فريم، وليه وور فريم لعبه عظيمه جدا في وسط العاب مش على المستوى اللي احنا عايزينه. تعالوا نبتدي اللعبه، يلا بينا. المايك ريسويت ماشي. طيب تعالوا نبتدي نلعب بقى. تعالوا ندوس بلاي. في عندنا دي الكامبين، دي القصه بتاعت اللعبه، واضح ان فيها هرب من الاهرامات اللي في مصر اهوت، وفي هورد مود، وفي حاجه اسمها سكور اتاك، بس سكور اتاك لسه مش مفتوح عندنا دلوقتي. اول تعالوا نشوف الاعدادات اللي احنا مشغلين عليها اللعبه. اللعبه انا شغال بيها على 2560 في 1440. اللعبه زي ما انتم شايفين جايبه حوالي 100 فريم على اعلى اعدادات ممكنه، يعني انا لو انا بصيت لكم على الاعدادات، الاعدادات كلها انا عاملها على الالترا. طبعا الكارت اللي انا شغال بيه هو كارت 1080 تي اي. طيب تعالوا نبتدي نلعب بقى، تعالوا نخش على الكامبين. واضح ان في كذا كاركتر، في كاركتر سيت اب اهوت. دي واحده اسمها فامباير سترايك فاستر موفمنت، دي بتتحرك بسرعه ومعاها اس ام جي اهوت تقريبا او اسالت رايفل. دي واحده اسمها فاست اكسبلوسيف هاي ميكر ماشي. ده باورفول سول اورا كين سيكريت فايندر، مش فاهم بيعمل ايه بصراحه. ال تاف هايت سوبر هيد شوت لايف تايم اوف سيرفيس تو هيز كونتري هاز ليفت فرانك وز اذر. طب ده تقريبا مع سنايبر مع شوت جن تقريبا برضه دوت. طيب تعالوا نجرب اللي هي فاست اكسبلوسيف اللي هي معايا اكسبلوسيف كتير ديت. الجيم سيت اب دي مش عارف دي ايه بالظبط. كامبين وهرر اقول له كونفيرم ماشي. دي الانفنتوري وستارت ادفنشر، تعالوا نستارت الادفنشر او نستارت المغامره بتاعت اللعبه ديت. اللعبه الجرافيك بتاعها معقول، ما اقدرش نقول ان هو جرافيك قوي قوي، يعني الجرافيك بتاعها معقول. في ان ذا سكايز اباف ايجيبت، واضح ان احنا فوق مصر. الراجل اللي بيتكلم في الخرفيه بيستفزني. جرافيك معقول، بس انا حاسس الانتي الايزنج في حاجه مش في اللعبه. غلط في اللعبة. طيب. ايه ده. حلو. نضربها. حلو قوي. اوكي في حاجات، ايه ده في حاجات هنا بناخدها تقريبا. المشكلة ان هو ما بيقولكش ايه الكنترولز، يعني انا دلوقتي حذفت قنبلة، ايه بيقول لي ايه كيو بيك اب؟ لا هو ابتدى قال لي اهو. انا خدت حاجة. واضح ان في مصيبة او شيء ما. اوف. Bridge out. This awkward obstacle has to be overcome some other way. طب احنا لازم نشوف طريقة تانية بيها ننزل بيها.
doggies. What tantalizing treasures are they hiding? دي قطة دي ولا ايه؟ القطط اللي هي بتاعت القدماء المصريين ديت. بس دي مصر يعني، ده منظر مصر. مصر مش كده خالص. ماشي. ابقى اضربها ولا اخدها ولا ايه؟ ما ينفعش اخدها. طيب. امك يعني. لقيت حاجة تقريبا. ايه ده، موميا ديت؟ ولا ده زومبي ولا ايه بالظبط؟ نكرومانسي زومبيز. ايه؟ كادفيريوس هيرور رايزز فروم زومبيز. ماشي. مات اهو. اي الام ده. يا عم الشات جن دي مملة، والشخصيات مش باينة ان هما شبه الخلفية جدا. حد تاني؟ في حاجة؟ طب مفيش ميلي؟ اضرب بايه طيب؟ اف؟ في اف اهو. نجرب كده؟ جامدة. اوبا اتفجر فيا. ماشي. بيك مي اب. ماشي بيك اب. هيلث بوشن 5 تو يوز باك سبيس تو دروب ات. يعني انا دوست 5. حلو حلو. ورميته اهو دلوقتي. بيرد ازاي؟ اهو. جست تاني اهوت. لوت هاو لافلي. ماشي. واتس ذيس؟ What's treasure this? Trapped behind treasure? Iron bars. Hello, that looks rather interesting. Data. Mouse 1 activate. A locked gate. Activate an abandoned camp. The plot thickens. ماشي. واضح ان هي فيها الغاز كتير اللعبة. ما هذا؟ بصوا احنا فتحنا دي راح اتفتحت حاجة فوق. اوكي. فتحنا بوابة المفروض ان احنا نضرب. طب اضرب انهي واحدة فيهم؟ ممكن نفس الترتيب ده. طب نجرب يلا. اول اتنين رجلينا. ادي واحدة. اتنين. وبعد كده عين. وبعد كده تلاتة من دي. واحد. اثنين. ثلاثة. فتحت الباب. ده في حاجة جوه. موت بقى. سلامة. ايه ده بيصعدوا تاني يا عم. ده انا بحذفهم بس بضربة الايد دي. الله. موت بقى. خدت امو. حلو حلو حلو. امو تاني. خش جوه نشوف فيه ايه. An obscure find to be sure but well worth the effort. نفتح. بيقول لك ريفيجن ريليك وات اميزين. ماشي ماشي. Whatever's happened here, no one managed to escape. هنخش الباب بس اللي هناك الاول دوت تقريبا احنا مش هنحتاجه. السلام عليكم. ايه ده؟ Look at the size of these blighters. Let's hope some swift gunplay could cut them down to size. Sinister stinger. ماشي. Blimey, Nora, watch out for those stingers. اي يا عم ايه ده؟ ريلود. مات. نفتح دي. قطعيهم. كل الناس دي محتاجة تيم من التلازينة. يا عم ريلود. يخرب بيتك. اوبن مي ايه بس.
طب اعمل ايه بالبتاع اللي بتنور دي؟ اضربها ولا ايه؟ ادوس على ايه طيب؟ ماتوا؟ الحمد لله. ده في حاجة هنا. اف. الله؟ ايه؟ كده ماشي، كده ماشي، كده احنا فهمنا. كده اوكي؟ مات؟ اوكي. حتى لان اللعبه ظريفه الصراحه، يعني انا مش زهقان. انت لسه صاحي؟ انا مع السلامه. اوبن مي كيو اوبن شست. خدنا ايه؟ الله، سلاح تاني غير السلاح المعفن اللي معانا. اوبا، نجرب بقى السلاح الجديد. الله، ايوه كده، ايوه كده. لسه صاحي؟ ده واحد تاني تقريبا. انا لقيت كنز تاني اهوت من الكنوز اللي احنا بنلاقيها ديت. ايه ده؟ في عنك في عقرب تاني. عايز بتهددني يعني؟ ما بخافش. That looks splendid on my mantelpiece. Looks jolly useful. That look. حلو. حلو قوي، موتهم كلهم. ريلود 30 سنة. الجيم بلاي بتاعها بيفكرني ب، او الحركة بتاعت البلايرز بتفكرني بديفيجن او وور فريم. الاتنين فيهم نفس الحركة بتاعت البلاير ديت برضه. طب انا خدت مفتاح. مفتاح، المفتاح بتاع الباب دوت. تمام 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 تمام. اكتيفيت مي. ارسنال. حلو، يعني انا ممكن اغير السلاح. يس. اس ام جي اوتو ماشين جن. اعتقد ان انا همشي مع دي. دي الدمج بتاعها صغير. دي الدمج، الدمج بتاع الشوت جن كبير قوي. هنحط بقى المفتاح اللي احنا جبناه. ايوه اهو. واضح ان هي بتعتمد على الاستكشاف والالغاز. ايه ده؟ اسهم؟ مين دول؟ دول اعداء جدد. دول موميات ومعهم اسهم، ما شاء الله. معهم حرب باين ولا ايه ده؟ ايه السلاح المعفن ده؟ انا غلطت. اي. حلو، رميت الجنيد اللي بالدار دي. اي، انا هموت كده. سلاح تاني؟ شوت جن؟ ماشي. نجربها مش هنخسر حاجة. اوف. لا خليها بعدين دي. حالات الطرقة فقط. اوكي. السلامة. السلاح ده احسن من التاني شوية. احسن من السلاح المعفن الاولاني اللي احنا كنا بنلعب بيه دوت. اهو. اهو. ايه ده؟ perhaps using your amulet will clear the way forward. لازم ادمرها؟ اوكي. دمرتها. ايه ده؟ What paranormal padlock have our heroes managed to stumble upon here? يعني المنظر ده في مصر بقى المفروض يعني. ده بص. قول لي ان هو بص. And what's this? Yet more undead corpses rising to the occasion and the blighters are wearing armor. How jolly unsporting. ادي زومبي. شكله بص. بص. Horrifying armored مش عارف ايه. لا دول كذا واحد مش بص. اوكي. ام
اللعبه فيها شويه حاجات تلعب كتيره، بس انطباعي الاول حوالين اللعبه الان لغايه دلوقتي لعبه مسليه جدا الصراحه، مسليه يعني. حلوه الاسلحه القويه قوي دي، مفيش ويبن صحته ضعيف قوي يا جدعان، مفيش اي حاجه نجيب منها ايمو. طيب خد دي، انهار اسود كان هيموتني انا اهو. بس حلو حلو حلو، ايمو ريفل ايمو ريفل. ايوه اوكي، في ناس كتير هنا. هو معايا ايه؟ معايا لايف، معايا لايف، معايا قطع. يس 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 يس، تعالوا اموتكم تاني. في حاجات هنا ممكن اخدها اهي. طب انا بملى دي؟ ما بملهاش، يبقى دي اسلحه. تعالوا بس اقول لكم حاجه. ايه تعالى بس، تعالى بقى. السلامة. انا موتناه. كده انا قفلنا ديت، كده احنا فتحنا حاجة. لا لا لا. اطلع فوق هنا. هنا حاجة اهي. اوكي. دول العاديين الهبل صح؟ اوكي. حلوة. ايه ده طفت. Incoming enemies and a trap laden archway. Think fast, brigade. حلوة. حلوة، جميلة جميلة. لا لذيذة اللعبة بصراحة حتى الآن. أي فتحتها فيا أنا. شيت. تعالوا نطلع فوق. أهو. تقريبا هنفتح الباب دوت. فايند سكراب كي. اوكي. حلو، السلاح ده قوي قوي. السلاح ده ممتاز. حلو قوي. ما شاء الله. بوتيتو. كابتن جزمة يا واطي. Someone clearly doesn't want our heroes getting inside this tomb. شو الثاني اهو. ماشي ناخد ده. حلو. مع السلامة. بروتل. فيها شوية حاجات من بوردر لاندز، والموفمنت بتاعتها شبه بتاع الديفيجن، شباب بتاعت ديفيجن قوي، بس هي قريبه قوي من بوردر لاند الصراحه يعني. وانا بيني وبينكم علشان ابقى صريح، انا ما عنديش ادنى فكره عن اللعبه ديت، فانا ان شاء الله باذن الله في المراجعه هكون انا درست تاريخها وازاي اتعملت ازاي والاستوديو اللي عملها، يعني مش هنعدي الموضوع كده. عبيط قوي. في واحدة كمان تقريبا لازم نفتحها. في واحدة هنا اهي تتضرب اهي. فتحت الباب. يس. خدت المفتاح. وخدت تشيست كمان اهو من هنا. طيب. غزالة وبعد كده البتاع اللي بعين دوت، وبعد كده اتنين ايه مدورين.
وبعد كده غزالة والبتاع لبعين تاني. يعني غزالة والبتاع ابني لبعين، طبعا انا بقول كلام عبيط، غزالة والبتاع لبعين، وبعد كده اتنين مدورين، يبقى دي الغزالة بتاع لبعين، واحد اتنين كده غزالة بتاع لبعين. هاهاها فتحت الباب، هات يا عم. خلاص احنا فتحنا، معانا الكي بقى، معانا المفتاح للباب اللي فوق. تعال نفتح الباب اللي فوق. ايه ده؟ truly a somber moment for the brigade here. Poor Veronica's دي فيرونيكا اللي احنا جايين بندور عليها ماتت. اوه للاسف ماتت فيرونيكا. مع السلامه يا فيرونيكا. شكلها كان حلو تقريبا. المفروض بقى ان انا افتح الباب دوت. افتح الباب ده ازاي؟ اه بس استنى، في حاجه تانية تتاخدها يعني. خدنا الايمو ودي هيلث. الهيلث ما بتتاخدش ليه؟ اه انا تقريبا معايا واحده، عشان كده مش عارف اخد التانيين. المفروض ان انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض ان انا افتح الباب دوت. بيقول لي اضرب البومه صح؟ نجرب نضرب البومه ولا اقف على البومه؟ تعال ننزل نقف على البومه كده. ادي البومه. بعد كده بيقول لي الدايره كده، المربع كده، السكينتين. كل دي احرف هيروغليفيه بس انا لا افقه فيها شيء. مثلث. بعد كده ايه؟ الاسد. بعد كده اللي هي راس فرعون ده. فتحت الباب. حلو، الغاز بتاعتها بسيطة ولذيذة يعني، مش غلسة، بتلاقي لها حل بسهولة يعني. بس مجرد ان انت ايه ده؟ اوكي كانت ظريفة. تعال ننزل هنا، نشوف بقى في عندنا ايه تحت هنا. اوه ماي، looks like the local wildlife found Harbin long before the brigade. مين هاربن دوت ده كمان؟ ما اعرفش مين هاربن دوت. By the Lord Harry, this can't be good. ايه ده، هيطلع لي موميا؟ هيطلع لي موميا؟ اه موميا. Heavens! What long forgotten evil have our heroes stumbled upon here then? Will they even find out, or will this terrifying tomb's residents prove to be too much for the strange brigade? Mummified miscreant. Okay. طلع بقى السلاح الايه ال اوبا. السلام عليكم. ايه ده؟ انت عامل صح تاني؟ انا كده الرجاله هتفحت كده، هتفحت. ها قنبله. السلام عليكم. اوكي اوكي اوكي. بيتك على يخرب بيت ده ايه؟ اوكي اوكي اوكي. لا 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 لا. الايمو خلص ولا ايه؟ لا ما خلصش يا عم. ماتوا؟ هو ما بيخلصوش؟
المفروض ان انا موت ده. اوكي مات اهو. اوكي قول بقى. حلو اعتقد انا كده. حلو الكلام ده. dead horror from ancient times awoken and set loose upon the world. Fear not though, the strange brigade are on the case. حلو كده. انا شايف لغايه دلوقتي بصراحه ان اللعبه اكتر من ممتازه، لذيذه، فيها شويه حاجات ظريفه. ودي كده اول ميشن احنا خلصناها، ودي الميشن الوحيده اللي انا اقدر العبها النهارده، يعني او اوريها لكم النهارده. النهارده انا بلعب يوم 27/8، اعتقد الفيديو هيطلع النهارده او هيطلع بكره الصبح. بكره الصبح بالليل هيبقى الامبارجو او الحظر النشر اتشال. ممكن بكره نلعب ستريم او نتفرج على بقيه اللعبه ستريم، وان شاء الله باذن الله هعمل لها زي مراجعه ليها ان شاء الله باذن الله. على العموم اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بالجزء اللي احنا لعبناه من اللعبه ديت النهارده، وان شاء الله باذن الله هوريكم بقيه اللعبه كلها. يعني ممكن هعمل لها ستريم بكره ان شاء الله باذن الله، او النهارده على حسب الفيديو هقدر اخلصه النهارده، او هطلع لكم الفيديو بكره. الستريم كده كده هيبتدي يرجع من الاسبوع اللي جاي بصوره شبه دايمه مع بدايه البيتا بتاعت باتل فيلد 5. والاسبوع ده ان شاء الله باذن الله ممكن اعمل 2 أو 3 ستريم على حسب ظروفي، والفيديوهات ان شاء الله باذن الله مش هتقف الفتره اللي جايه على القناه مره ثانيه. السلام عليكم، كابتن ايجي يحييكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالجزء اللي احنا لعبناه من اللعبه ديت النهارده. السلام عليكم.